إذا الباور فاكتور، خلينا نعمل مراجعة سريعة للكلاسيكال باور فاكتور. أول قبل ما نبدأ بالباور فاكتور بدنا نرجع نعرف أو نذكر حالنا بتعريف اللينير لود والنون لينير لود. إيش تعريف؟ مين بتذكر إيش تعريف اللينير لود؟ طبعاً عليه ساينسود. تمام؟ إذا أي لود؟ أنا نفترض هذا اللود هون وحطيت عبره ساينسويدال فولتج. اي لود بحط عبره ساينسويدال فولتج، الكرنت اللي بسحبه بكون ساينسويدال، يعني اللينير لود دروز ساينسويدال كرنت وين سبجكتيف to a sinusoidal في الحالة هاي عندنا power factor، ما عندناش power factor غير اللي راح نسميه displacement power factor. هذا راح يعني non-linear load هو a non-linear load is a load that draws a non-sinusoidal distorted أو contains harmonics. يعني أنا بدي أشرح هون شو يعني non-sinusoidal contains harmonics when subjected to a sinusoidal. ماشي واضح من هذا التعريف؟ تعريف مهم. اذا احنا قبل ما ندخل، طبعا هذا امتى بصير الديستورتد؟ شو التوقع الرئيسي احنا بحالتنا هون؟ باور الكترونيك كومبوننتس عاده بيكون في عندي باور الكترونيك كومبوننتس. هذا السبب الرئيسي اللي بدعو انه الكرنت يكون نون ساينسويدال، اللي اسحب نون ساينسويدال كرنت من ساينسويدال فولتج. ماشي واضح هذا؟ أمثلة على sinusoidal loads أي RLC combination، عفوا أمثلة على linear loads يعني examples example على linear load أي عندي دائرة فيها RLC components RLC components. يعني مثلا هي لو كان عندي هيك مثلا هذا linear load شين؟ ما فيش في نونلينير كومبوننت. اذا عرضته هون لساينوسويدال فولتج راح يمر ساينوسويدال كرنت. شو الاختلاف راح يكون بين الساينوسويدال فولتج والكرنت؟ راح طبعا الامبليتيود تبع الكرنت راح يكون متغير وراح يكون في فيز انجل، مضبوط؟ بس عدا عن ذلك راح يكون عندي اذا حطيت ساينوسويدال فولتج هون الكرنت راح يمر هون راح يكون ساينوسويدال بنفس الفريكونسي. ها؟ الفريكونسي ما راح تتغير، الفريكونسي تبعت الكرنت اللي بسحبه هون راح تكون نفس الفريكونسي تبعت الفولتج اللي بحطه هون. طيب شو في امثله على نون لينير لود؟ وين في مثال واضح حطيت انا ساينوسويدال فولتج وما سحب اللود ساينوسويدال كرنت؟ مثلا ناخذ ريكتيفاير. على سبيل المثال خليني اخذ ريكتيفاير، خليني اخذ ريكتيفاير ريكتيفاير فور بالس ريكتيفاير راح اخذ هون heavily inductive load. اذا كان هذا heavily inductive load هذا هون الكرنت اللي راح يمر هون ايش راح يكون؟ level يعني high load راح يكون level DC لانه heavily inductive load فهون له قيمه معينه. هذا الكرنت من وين بده يجي؟ يجي من السبلاي اللي موجود هون. يجي من السبلاي اللي موجود هون، هذا الكرنت حتى يجي من السبلاي اللي موجود هون، شو راح يكون شكل الكرنت ويف فورم اللي جاي من يعني هذا اي لود، ايش راح يكون اي اس؟ شو راح يكون شكل الكرنت اللي جاي من السبلاي؟
تمام سكوير ويف. هي طلعوا هذا مثال جيد. لما حطيت هون heavily inductive load الكرنت اللي مر في اللود كان constant لأنه هذا heavily inductive. الكرنت هذا اللي هو I load راح يجي من السبلاي، مرة راح يجي من البوزيتيف سايد ومرة راح يجي من النيجاتيف سايد. فهذا مثال واضح إنه أنا حطيت إيش الفولتج اللي حطيته هون؟ ساينوسويدال. إيش الكرنت اللي سحبته من هون؟ نون ساينوسويدال. هذا مثال واضح على مثال على نون لينير لود. طبعا نون لينير لود هو مكون من اللود نفسه، هذا طبعا هذا لينير بس هذا كله صار نون لينير مش هيك؟ يعني هي نون لينير لود. مضبوط واضح؟ هذا لينير لود لو حطيته لحاله، لو هذا حطيت عليه ساينوسويدال فولتج ايش راح يسحب؟ ساينوسويدال كرنت. بس هذا لما اجى مع الريكتيف هذا صار نون لينير لود. وقتها هون واضح انه حطيت انا عليه ساينوسويدال فولتج ما سحب ساينوسويدال كرنت، سحب سكوير ويف كرنت في هارمونكس.